يسعد اوقاتكم اصدقائي، معكم زميلكم محمد عمر عماش، رح اكون معكم بماده التطبيقات الحاسوبيه المحاضره الثانيه. بالفيديو الثالث من الماده تعرفنا بالفيديو الاول على الاشياء الاساسيه بالاكسل، بعدين تعرفنا بالفيديو الثاني على الدوال الاساسي، وهلا الفيديو الثالث رح نتعرف على تسميه هي الدوال. رح نبدا انا وياكم بدالتين ترو فولس، هن لا يعتبروا دالتين وانما هن بس قيم منطقيه، هلا رح نعرف كيف. بعدين دالة نوت، بعدين الاند اور والاكس اور، بعدين دالة اف اللي هي الدالة الشرطية. رح نبدأ انا وياكم هلا بنشتغل عمل في اكسل، بناخذ امثلة عملية عن هدول الدالات وشو مدخلاتهم وشو هن مخرجاتهم. هلا هون عنا ملف اكسل، رح نشتغل بهذا الملف على الدوال اللي رح ناخذها. بالبداية حاطين هون احنا اسماء الطلاب وحاطين هون علاماتهم بالمواد. هلا هون النتيجة، هون لحط انا مثلا اذا هو اخذ بالاخر علامتين 50 وفوق فلحط له هون ترو، فهون بالتنتين اخذ فوق 50 رح اكتب له ترو. فينا نكتب يساوي ترو، فينا نكتب ترو مباشرة، هيك طلعت لنا ترو بانتر. هون في هي 49 فهي اقل فلحط له هون دالة فولس. هيك فولس انتر، وهون ترو فرح ناخذها هي مثل ما هي، نسخ كاترال سي لصق كاترال في. هلا هي هيك حطينا النتائج، نحن هدول حطيناهم فرضا، نحن اللي حاطين الشرط اللي احنا نشتغل عليه واشتغلنا عليه. هلا رح ناخذ بقى هي الدالتين ترو والفولس، بعد منهم رح ناخذ دالة النوت. شو يعني دالة النوت؟ قال دالة النوت هي بتعطيك عكس القيمة اللي انت بتدخلها، يعني مثلا اذا كتبت له انا هون يساوي يساوي not دي له not لترو فحل له ايه فح يحط لي فولس، فهي عكس ترو الفولس. طيب اذا كريتها لتحت اعطاني هون ترو لانه هي عكس الفولس، واعطاني هون فولس لانه هي عكس ترو، واذا كانت الخليه فاضيه فهو كمان بيعطيني ترو، واذا كانت الخليه فيها رقم فبيعطيني فولس. هي اهم شغلتين لازم نحفظهم، إذا كانت الخلية فاضية بيعطيني ترو، إذا كانت الخلية فيها رقم بيعطيني فولس. وبالعادة هو دائما بيعطيني عكس القيمة اللي أنا حاطط له إياها، عكس القيمة المنطقية. تمام، ننتقل بعد منها للدالة أند يلي هي بتكون نتيجتها ترو إذا كان جميع المدخلات ترو، فيما عدا ذلك تكون نتيجتها فولس. كيف يعني؟ رح أكتب يساوي أند، رح أقول له إنه هذا الرانج تبعها، أقول له إنتر. فهون اعطاني فولس. ليش اعطاني فولس؟ قال لانه في وحده ترو وحده فولس، فهون رح يعطيني فولس. اذا كان في وحده على الاقل، اذا كان في تنتين ترو فهون رح يعطيني ترو. بنجرب هلا هون كلهم رح يعطيني فولس لان كلياتهم مختلفين. طيب اذا حطينا هون ترو، اذا حطينا هون ترو، حطينا هون ترو وهون كررنا هي الداله لتحت فرح يعطيني هون ترو لانه القيمتين هن ترو. فهو بياخذ لك القيمه اذا كان في قيمه محققه واحده على الاقل. بعد منها رح ننتقل للداله الاور. الداله اور هي عباره عن داله بتعالج قضايا منطقيه وهي تقريبا عكس الاند. كيف يعني؟ رح نكتبها ونشوف شلون. هي الداله اور، لحط الداله اور على هدول واللي اعطيني النتيجه. فهون اعطاني ترو. طيب ليش اعطاني ترو؟ قال لانه في قيمه واحده على الاقل هي نتيجتها ترو فاعطاني هون ترو. نزلتها لتحت فاعطاني هون كلهم. ننتقل للداله اكس اور. هي الداله حكينا انه هي بتعطيني ترو اذا كانت القيم مختلفه، بتعطيني فولس اذا كانت القيم متشابهه. رح اكتب اكس اور ضغطتين على الداله وحدد له هذا الرنج اللي هو مكون من خليتين وسو انتر. هلا هون الخلايا مختلفه فاعطاني ترو. طيب في حال كانت الخلايا متشابهة مثل هون آخر شيء فأعطاني فولس. هي شغلة بتعطيني ترو إذا كانت مختلفة القيم، هذا مثل هدول بتعطيني فولس إذا كانت القيم متشابهة. هلا رح ننتقل للدالة إف. هي الدالة هي عبارة عن دالة شرطية، بس قبل ما نكتبها نحن رح ننتقل لشريط الصياغة، رح ننتقل لها العناصر المستخدمة مؤخرا، نبص عليها وحنلاقيها موجودة ضمن هي العناصر. إذا ما لقيناها موجودة فرح نبص إدراج دالة ومنلاقيها موجودة ضمن قائمة الدالات المستخدمة مؤخرا، أو بنحط على الكل ونعمل بحث عنها. مجرد ما نكتب حرف الآي فهي رح تطلع لنا الدالة إيه. فكيف بس موافق؟
هلا هون القيمه بيقول لك اكتب لي القيمه المنطقيه. شو القيمه المنطقيه؟ طيب نحن رح نعمل انه اكوستو هي الداله اللي هي سي 2 بدي اياها تكون اكبر من 50، هي القيمه اللي بدي اياها. طيب هون عم يقول لي value of true. طيب اذا كانت سي 2 هي اكبر من 50، اذا كانت هي الداله اكبر من 50، شو بدي اعطيك؟ فاكتب لي ناجح. طيب عم يقول لي هون اذا كانت هي اصغر من 50، يعني اذا كانت هي مو محققه، شو بدي اكتب لك؟ فقال له اكتب لي راسب. قلت له هون موافق، فهون كتب لك ناجح. ليش؟ لأنه هي القيمة هي أكبر من 50. طيب لو كريناها لتحت اكتب لي هون راسب مباشرة، لأنه 49 هي أقل من 50. طيب اللي تحتها فأعطاني ناجح. طيب إذا حطيت له هون صفر، حطيت كمان كريتها للي تحت، فراح يعطيني هون راسب لأنه هي أقل من 50. هي الدالة إف بشكل مختصر، في لها كثير استخدامات. هيك كون أنا وياكم خلصنا من هدول مجموعة الدوال هدول. رح ننتقل للمحاضرة الثالثة بالفيديو الرابع ونتعرف على بقية الدوال. شكرا كتير لحسن استماعكم.